مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من المحترف. النهاردة في المحترف حلقة خاصة جدا، هنركز على الدوري الإنجليزي، الدوري البريمير ليج، أكيد البريمير ليج وأكيد محمد صلاح. هنركز النهاردة مع شخصية محمد صلاح، هنركز مع البريمير ليج. بس خلونا قبل ما نتكلم على البريمير ليج خلينا نتكلم بعيد شوية عن أرقام محمد صلاح، أرقام القياسية الكبيرة اللي بيحققها والأداء الأكثر من رائع بيقدمه مع طبعا ليفربول السنة دي ويمكن من 4 سنين. عايز أتكلم مع حضراتكم زاوية مختلفة شوية. الناس كتير بتقول يعني بعد وصول محمد صلاح أنه يكون دلوقتي أفضل لاعب في العالم، مش كلامي أنا، كلام كل النقاد على مستوى العالم كله، كلام كل المدربين على مستوى العالم كله، ان حاليا محمد صلاح هو رقم واحد في العالم. طيب الناس بتتسأل اشمعنى محمد صلاح؟ ليه محمد صلاح؟ يا ترى في مواهب موجوده في مصر؟ مصر طبعا الاسم العظيم الكبير اللي كل الناس فيها بتحب كره القدم، هل فيها محمد صلاح؟ انا بقول لك اه فيها اكتر من محمد صلاح، لكن اشمعنى محمد صلاح؟ وهي دي النقطه وهو ده السؤال الاهم. ازاي محمد صلاح خلال يعني 8 سنين لو بنبص يعني على يعني معرفتي من محمد صلاح في لندن 2012، يعني بتتكلم على 9 سنين، من 9 سنين كان محمد صلاح لسه بيخطو الخطوات الاولى في عالم الاحتراف. بعد 9 سنين محمد صلاح افضل لاعب في العالم. هتكلم مع حضراتكم من وجهه نظري الشخصيه ازاي محمد صلاح قدر يوصل يبقى رقم واحد في العالم. 3 نقاط ما فيش غيرها. النقطه الاولى البرسوناليتي، المنتاليتي، الشخصية وقوة الإرادة والعزيمة. هتقول لي إزاي؟ محمد صلاح بدايته مع بازل بداية جيدة جدا، بيتألق في الدوري السويسري، بينتقل من خلالها إلى تشيلسي. تشيلسي البريمير ليج، الأقوى دوري في العالم. حضراتكم عارفين الضغوط قد إيه على في البريمير ليج، وقد إيه الجماهير، وقد إيه الصحافة، وقد إيه المدربين بيشتغلوا تحت الضغوط كبيرة جدا جدا. أول سنة مع محمد صلاح في تشيلسي الناس بتقول فيه ما كانش موفق بشكل كبير، علشان كان اصطدم بمورينيو. مورينيو ما كانش عنده يعني الرؤية الجيدة لتوظيف محمد صلاح، ده ممكن كان محمد صلاح مش نفس مستوى والتطور الكبير جدا لمحمد صلاح اللي هو دلوقتي، ده كمان ممكن. لكن تعالوا نشوف محمد صلاح عمل إيه. محمد صلاح لما لقى نفسه متواجد على دكة البدلاء في تشيلسي، مش متواجد في الملعب، ودي أقصى حاجة ممكن المحترف تضايقه فيها أنه مش موجود في الملعب، انتقل إلى إيطاليا، فلورنتينا الإيطالي، ثم إلى روما. تألق جدا في روما، وكانت خطوة الرجوع للبريمير ليج عن طريق طبعا ليفربول. وده زي ما بقول لحضراتكم الخطوة ديت محتاجة شخصية، محتاجة بيرسوناليتي، في لعيبة كتيرة جدا جدا ممكن ترجع بعد كده خطوة للخلف. لعبت في بازل شوية، رحت تشيلسي، الدنيا ما توفقتش، وارد جدا اروح دولة عربية ارجع مصر. ده بتكلم على نقاط قوة محمد صلاح، البرسوناليتي وقوة الشخصية وقوة الارادة والعزيمة. يطلع على ايطاليا من فلورنتينا لروما، تألق اكتر من رائع من روما، ورجوع عن طريق ليفربول. بتكلم على شخصية محمد صلاح ليفربول، ان هو خلال 4 سنين اللي فاتوا بيكسر كل الارقام القياسية. لعيب ويمكن تفتكروا مع حضراتكم، يمكن الناس كانت لسه بتسأل هل يتألق محمد صلاح مع ليفربول؟ محمد صلاح ممكن يعمل حاجة مع ليفربول؟ هل الضغوط بعد عودته تاني للبريمير ليج هتأثر عليه؟ شفنا عكس ده تماما. شفنا محمد صلاح أول سنة ليفربول متألق، بيخش على هداف الدوري الإنجليزي. تاني سنة ليفربول كذلك، تالت سنة محمد صلاح بياخد البريمير ليج مع ليفربول بعد غياب 30 سنة، محمد صلاح بياخد الشامبيونز ليج، محمد صلاح بياخد كأس العالم للأندية، كل دي أرقام وكل دي بطولات محمد صلاح في أول 3-4 سنين مع ليفربول بعد عودته إلى البريمير ليج. ده كلها فيها إصرار وإرادة ومنتاليتي، عزيمة كبيرة جدا. ده على مستوى التحدي، على مستوى الإرادة، كمان على مستوى بتتكلم على مستوى هو كمان محمد صلاح بيشتغل على نفسه ازاي. هتقول لي محمد صلاح في 2012 هو ده تكوين الجسماني؟ ما اعتقدش. محمد صلاح زي ما حضراتكم يمكن اخر صوره بيكشف عن
التكوين الجسماني وبيقارنوا بيه وما بين ميسي، محمد صلاح من 8 سنين ما كانش كده، محمد صلاح من 4 سنين ما كانش كده. فالراجل ده شغال على نفسه، بتمرن في الملعب مع زمايلي، في التزام، في لكن كمان انا بشتغل ازاي مع نفسي، انا محمد صلاح ازاي بشتغل في اجازاتي، ازاي بحافظ على اكلي. عندنا للاسف بعض اللعيبه ممكن اجازه اسبوعين ولا ثلاثه، يروح في الاسبوعين ثلاثه دول ويرجعوا زايدين 5-6 كيلو. لا لا لا، ده مش عالم الاحتراف، ده نوع من انواع التحدي. محمد صلاح كمان بيحرم نفسه في الاجازات انه ياكل اكله كويسه، محمد صلاح بيحافظ كمان على ديت. يعني بتكلم على منتاليتي قوي جدا جدا، بنتكلم على اراده قويه جدا جدا لمحمد صلاح. بقول لحضراتكم داخل الملعب وخارج الملعب، ده جزء مهم جدا من اللي محمد صلاح وصل له. يبقى اتكلمنا اول حاجه عن المنتاليتي، البيرسوناليتي، اللعيب نفسه بيشتغل ازاي، بيشتغل على نفسه ازاي، بيطور من نفسه ازاي. طيب النقطه الثانيه المهمه جدا، مانجمنت، اداره اعمال محمد صلاح. كان وارد جدا انتقال محمد صلاح يمكن لما عندوش مدير اعمال او عنده اداره اعمال قويه ومميزه، كان ممكن جدا محمد صلاح مش ماشيه بتشيلسي يروح اي نادي تاني، مفيش مانجمنت، مفيش اداره اعمال بشكل كويس، فيروح من نادي صغير لنادي صغير، يطلع حته هنا ويكون الموضوع اختفى بالنسبه له. لكن كمان الاداره، اداره الاعمال اللي شارك فيها او اللي اختارها محمد صلاح كانت اداره اعمال قويه جدا. تشيلسي يروح على فورنتينا، تالق من روما، الديزيشن والقرار للعوده للبريمير ليج ان تايم في وقته، اختيار النادي ليفربول في وقته، وكل ده بتكلم على نقاط مهمه جدا جدا في تحديد ما وصل ليه محمد صلاح دلوقتي. كل ده تايمنج وكل ده حسابات مهمه جدا جدا في حياه اللاعب. كمان على مستوى المانج زي ما بقول لحضراتكم ان اداره اعمال محمد صلاح بتفرغه تماما للملعب، انت مالكش غير الملعب، انت بتادي في الملعب، بتادي الدور اللي عليك، سيبنا احنا بقى لمشاكل السوشيال ميديا، سيبنا لعمليه التسويق الاعلاني. محمد صلاح على مستوى التسويق الاعلامي شغال ازاي، على مستوى انه يطلع الكلمه امتى ويقول ايه، مهم جدا ده، عمليه اداره اعمال. ان محمد صلاح انه يتواصل، ودي كمان مهم جدا، محمد صلاح بيتواصل بلغه البلد اللي عايش فيها، اتعلم انجليزي كويس وطور من نفسه في الحته دي، فبدا يتعامل مع كلوب ويتعامل مع اللعيبه ويروح يتعامل مع الجماهير بره، ويبقى عنده كونتاكت مباشر مع الجماهير اللي بتحبه. إدارة الأعمال كمان إمتى محمد صلاح يطلع يتكلم ويقول إيه؟ إدارة الأعمال كمان إن زي محمد صلاح إنه يروح المدارس ويسلم على الطلبة هناك، ده نوع من أنواع إدارة لعيب كبير بحجم محمد صلاح. فبقول لحضراتكم البيرسوناليتي، المنتاليتي، قد إيه إرادة وعزيمة وطموح وتجديد الأهداف بعد ما وصلت. أنا دلوقتي يعني وصلت الهداف الدوري الإنجليزي، لا ده انا السنه الجايه كمان هبقى هداف الدوري الانجليزي، لا ده انا الثالثه هبقى هداف الدوري الانجليزي. تجديد الطموح، وصلت لريكورد معين، قربت جدا من دروجبا، لا ان شاء الله هعدي دروجبا كاحد الافارقه الموجودين اكثر تسجيلا في البريمير ليج، هكسر الكلام ده. محمد صلاح بيقترب من اسماء كبيره جدا جدا على مستوى البريمير ليج، لعبوا سنوات طويله جدا يمكن 10 و15 سنه عشان اللي بيحققه محمد صلاح ده قرب منهم جدا في خلال 5 سنين بس. فبقول لحضراتكم منتاليتي، بيرسوناليتي، علاقات عامه، والجزء الاخير كمان عايز اقول لحضراتكم وده مهم جدا، ان كمان البيئه المحيطه. يعني زي ما حضراتكم شايفين يمكن ده جزء من الفاسيليتي الصغير جدا، يمكن الناس اللي فاهمه كوره عارفه انا بتكلم في ايه، التدريب، المنتاليتي، الفاسيليتيز بتاع التدريب، ادوات التدريب، كمان العلاقه ما بينه وما بين زمايله في الملعب، ان كل النادي بيحقق له كل ما يطمح فيه اي لاعب كره انه يكون موجود عشان يطلع كل من اللي عنده. وجوده في ليفربول والكلام يمكن كان السنه اللي فاتت قبل بدايه الموسم، هل ينتقل محمد صلاح لريال مدريد؟ لو سالت اي حد دلوقتي يقول لك الحمد لله ان محمد صلاح قعد في ليفربول. ليه الحمد لله محمد صلاح قعد في ليفربول؟ عشان هذا التالق والدوافع اللي عند محمد صلاح لكسر الارقام القياسيه. شايفين على الجبل الاخر ريال مدريد، مش في احسن حالاته، مش ده افضل وقت ينتقل فيه محمد صلاح لاي نادي تاني في العالم، وتواجده في ليفربول السنه دي كانت خطوه مهمه جدا جدا في عمليه المانجمنت، في عمليه اداره الاعمال واختيار النادي والوقت المناسب لتالق اللاعبين، ده مهم جدا. خلينا نتكلم في اخر نقطه كمان، ان البيئه المحيطه بهذا النجم، محمد اشتغل على مستوى نفسه كويس جدا،
عنده من اول ما اتولد عنده اراده قويه جدا، يبقى عنده بيرسوناليتي، عنده منتاليتي كويس جدا. ده الجزء الثاني كان عمليه اداره الاعمال، ده كان جزء مهم جدا. ويتبقى الجزء الاخير وهو البيئه المحيطه، ان محمد صلاح متواجد فين. محمد صلاح بهذا التالق ممكن يكون متواجد في الدوري الصيني وبياخد فلوس كتيره جدا، محدش هيعرفه، محدش هيسمع عنه، لكن محمد صلاح بهذا التالق وهذا الاداء متواجد في افضل دوري في العالم، البريمير ليج. ليه افضل البريمير ليج؟ ليه افضل يعني دوري في العالم؟ اولا محمد صلاح متواجد مع او بينافس افضل لاعبي العالم. كل اللعيبه الموجوده في كل انديه البريمير ليج هتلاقي نجمه واثنين على مستوى التوب ليفل، على مستوى اللعيبه النجوم الكبار جدا. ده بيزيد من قدرات محمد صلاح، ده بيزيد من طموح محمد صلاح، ان انا بلعب مع منافس قوي. على مستوى المدربين، محمد صلاح بيتعامل مع افضل المدربين في العالم، اذا كان يورجن كلوب بيتعامل امام جارديولا، توخيل، كل المدربين في البريمير ليج على مستوى عالي جدا. يبقى البريمير ليج بيئه صالحه ل يعني زي ما بيقول كده انتشار فيروس الايجابي والعالمي لمحمد صلاح. يبقى محمد صلاح دلوقتي اقدر اجاوب على السؤال دوت، هل من الممكن تكرار تجربه محمد صلاح لاي هنا ناشئ او اي موهبه في مصر؟ في اعتقادي الشخصي هناخد وقت طويل قوي. في اعتقادي الشخصي ان مواهب موجوده في مصر، اه موهوبه. محمد صلاح طالع من تراب مصر، محمد صلاح في فتراته الاولى في نادي المقاولين اتبهدل وركب مواصلات وتعب جدا عشان ياخد خطوه انه يلعب منتخب شباب ويلعب اولمبيات ويروح لرحله احترافيه. لكن خلال الرحله الاحترافيه شخصيه محمد صلاح، المانجمنت والبيئه الصالحه هي اللي وصلت محمد صلاح ان يوصل لهذه المرتبه. ان شاء الله بندعي ان شاء الله باذن الله يكون عندنا اكتر من محمد صلاح النهارده. في حلقتنا النهارده هنعرف ارقام محمد صلاح، وتخيل انت جه علينا اليوم ان احنا بنقارن لاعب من مصر بميسي ورونالدو ويتفوق عليهم من خلال الارقام ومن خلال الاداء. بنقارن لعيب عندنا في مصر او لعيب مصري رافع طبعا يعني رايه العرب ورايه افريقيا، بنقارنه ان هو جدير ان يحصل على جائزه افضل لاعب في العالم السنه دي وعلى كل الجوائز. بصراحه جه علينا اليوم ان احنا نتكلم على هذا اللاعب، ولكن زي ما قلت لحضراتكم عندنا مواهب، عندنا مواهب، لكن الكاركتر، منتاليتي، الاجواء اللي بتتكلم على كمان اداره الاعمال، ولكن اقصى حاجه واكثر حاجه هي الاراده، الاراده والتصميم والعزيمه وتدديد الاهداف، كل دوت بجانب طبعا المهاره، مش هتكلم عليها، المهاره والفن والمراوغه والسرعات، كل ده نتكلم فيه، لكن الاهم في عالم الاحتراف اللي زي ما بقول لحضراتكم هي البرسوناليتي، المنتاليتي، اداره الاعمال، وازاي اختار الوقت المناسب واروح فين والجو المناسب ل ان احنا نطلع نجومنا، والوقت المناسب ان احنا نحط فين نجومنا. يعني الواحد فخور انه بيتكلم على محمد صلاح، ولكن كمان زي ما بقول لحضراتكم اخر حاجه كانت هو الدوري الانجليزي. هو ليه الدوري الانجليزي افضل دوري في العالم؟ اعتقد من خلال حديثنا النهارده في المحترف هنعرف كل الاجابات على هذه الاسئله. قبل ما نخش في الصحف العالميه اللي اتكلمت كمان على محمد صلاح، كل الصحف العالميه اتكلمت على محمد صلاح والهدف الرائع اللي جابه امام المان سيتي والاسيست، وان قد ايه محمد صلاح بقى واحد او افضل نجم كره قدم على مستوى الكره الارضيه، لكن اتكلم مع حضراتكم برضو في ثلاث اربع نقاط مهمه جدا خلال الاسبوع اللي فات. نتكلم على البرشلونه بينهار. برشلونه حضراتكم عارفين يمكن يعني رساله قاسيه جدا جدا من سواريز. عجبني جدا اللقطه، يمكن برشلونه كان بيلعب اتلتيكو مدريد الجوله اللي فاتت، وهزيمه طبعا برشلونه 2-0 امام اتلتيكو مدريد، لكن عجبني جدا اللقطه بتاعت سواريز. حضراتكم عارفين طبعا النجم الكبير سواريز كان نجم برشلونه، وكان اول حاجه عملها رونالد كومان بعد وصول برشلونه انه اتصل بيه قال له يا سواريز احنا بنستغنى عنك. وكانت اللقطه ديت ورد فعل اكتر من رائع من لعيب كبير جدا جدا في حجم سواريز، ان سواريز بيرفع بعد ما احرز الهدف بيرفع سماعه التليفون او بيشير ان هو ايوه رونالد كومان حضرتك طبعا بترد رد في الملعب. ده مهم جدا جدا ان هو ده رد سواريز في الملعب، مش رد بس على السوشيال ميديا ويطلع يقول لك اصل المدرب مشاني، الكلام اللي يمكن بيدور عندنا هنا في مصر والدول العربيه. لا، الرد في الملعب من خلال لقطه جميله جدا، سواريز بيبعت الرساله لرونالد كومان بيقول له انا موجود.
الجزء الثاني كمان من خلال طبعا بنتكلم كمان على ريال مدريد، يمكن بعد خسارة ريال مدريد اللي فاتت في بعض الأخبار بتقول إن ريال مدريد يعني بيعاني على مستوى خط الدفاع شوية، يعني في بعض الكلام بيقول إن كشفت إن يمكن ريال مدريد في الطريق إنه يتعاقد مع أنطونيو رودريجا، ده طبعا مدافع تشيلسي، يعني على هو بيقولوا على رادار طبعا ريال مدريد في الفترات اللي جايه. طبعا لعيب مميز جدا بيلعب في تشيلسي، لعيب قوي جدا، يمكن بعد رحيل راموس ورحيل رافا عن فاران على ريال مدريد في مشاكل دفاعيه شويه بتقابل انشيلوتي في ريال مدريد اللي يمكن اتحلت، يمكن هتتحل الفتره اللي جايه. الصوره زي ما حضراتكم شايفين يمكن عقد رودريجا مع تشيلسي هيبقى فري في الصيف اللي جاي، يعني طبعا في عروض كتيره جدا لهذا النجم، ولكن لغايه دلوقتي وفقا لبرضه بعض التقارير هناك في اسبانيا ان اداره ريال مدريد فاتحه الخط وفاتحه التعاقد او التوقيع مع رودريجا مجانا في الصيف المقبل، لكن ممكن وارد جدا انه ما يستنوش لغايه السمر ترانسفير لغايه شهر 6، وارد جدا لان الحاله الدفاعيه يمكن لفريق ريال مدريد مش في حالتها الطبيعيه، وارد جدا خلال فتره الانتقالات في شهر يناير ان يكون رودريجا لعيب طبعا مميز جدا ينتقل الى صفوف ريال مدريد. طيب اخر خبر قبل ما نخش على الصحافه خاص بامبابي. امبابي طبعا نجم بي اس جي واللعيب الرائع، يمكن لاول مره كان بيعلن عن رغبته في طبعا يعني الانتقال لريال مدريد او يعني بيخرج عن باريس سان جيرمان. امبابي طبعا حضراتكم عارفين يمكن هو كان اتكلم كده بيقول ان هم يعني قالوا لي يعني وصفوني باني لص واني حرامي، والموضوع مش كده خالص، ده طبعا بعض وكالات الانباء قالت ان كان باريس سان جيرمان بيعرض كذا عرض على امبابي وهو كان بيماطل طبعا في تجديد هذا التعاقد. قال الكلام ده عاري تماما من الصحه، انا باريس سان جيرمان ليه فضل عليا كبير جدا، واني عرضت او قلت لاداره باريس سان جيرمان ان انا عايز امشي الكلام ده في يونيو اللي فات. قال كده ليه؟ قال لهم علشان قلت لاداره باريس سان جيرمان استفيدوا باكبر كم من الفلوس اللي هتجيلكوا، لان بعد يعني بعد شهر يناير هكون فري، وبالتالي هو يعني قال ان انا اعلنت دوت واعلنت وقلت لاداره بي جي ان انا عايز امشي، ولكن بعض الاخبار بتقول انه لا، هو كان او الاداره قالت ان كان يماطل شويه في عمليه التجديد، ولكن دلوقتي امبابي فري في الموسم القادم، واعتقادي الشخصي اكيد هيكون متواجد في ريال مدريد. نروح لفاصل وبعد الفاصل نستقبل ضيف الناقد الرياضي سعيد علي، هيكون معانا النهارده عشان نتكلم على محمد صلاح، مين المقارنه ما بينه وبين رونالدو، نتكلم على الدوري الانجليزي، نتكلم على حاجات كتيره جدا جدا، وان شاء الله حلقه مختلفه، انتظرونا بعد الفاصل.
برحب بحضراتكم مرة تانية وبرحب بضيف النهاردة في المحترف الناقد الرياضي سعيد علي. هي مشرفنا النهاردة عشان نتكلم على البريمير ليج، أقوى دوري على مستوى العالم، ونتكلم كمان على نجمنا الكبير محمد صلاح. سعيد مساء الخير عليك. مساء الخير عليك كابتن هاني، أهلا بيك. منورنا ومشرفنا. منور بوجودك دايما، تحياتي لحضرتك ولجمهور قناة الأهلي. طيب خلينا نتكلم، ويمكن انت تابعت في الانترو البريمير ليج، واحنا يمكن قبل ما نخش كان في فاصل او فيلر بيقول قد ايه البريمير ليج، هو ليه البريمير ليج اقوى دوري في العالم على مستوى المدربين على مستوى اللاعبين. شايف البريمير ليج السنه دي بعد الجوله السابعه، ويمكن بعد الجوله السابعه طبعا المتابع البريمير ليج شايف ان في عدد كبير من الفرق تقدر تقول انها بتنافس او موجوده على خريطه التوب 5 او التوب 7 دلوقتي زي ما بنقول. رؤيتك ايه للدوري الانجليزي بصفه عامه واول سبع جولات من البريمير ليج؟ طبعا البريمير ليج طوال الوقت دوري قوي جدا الاقوى في العالم، لكن السنه دي بالتحديد البدايه قويه جدا بشكل غير عادي، يمكن باين من البدايه قوي ان انديه القمه او الانديه المتصارعه والمتنافسه على اللقب واضح انها بادئه بشكل قوي، واضح انها استعدت في الصيف بشكل كويس، واضح انها لدرجه كبيره جدا كملت النواقص عندها الا يعني بعض الاحتياجات الصغيره عند بعض، يعني مثلا مانشستر سيتي ناقصه مهاجم، ايضا ممكن نشوف مانشستر يونايتد ناقصه بعض الحاجات، لكن واضح ان الاستعداد كان اقوى هذه المره، التنافسيه اعلى بشكل كبير. البدايه المسج اللي وصله كل فريق من انديه القمه بدايه الموسم بيقول ان ده هيبقى موسم استثنائي وانه قادر يكون منافس لاخر لحظه على اللقب. كمان مش بس انديه القمه، لما تيجي تبص شويه في الجدول تحت تلاقي مفاجات زي برنتفورد الصاعد حديثا. احنا اتعودنا في الدوري الانجليزي دايما غالبا كل موسم يكون فريق صاعد من تحت بيقدم مفاجاه، مش بس على مستوى النتائج لكن على مستوى الكوره والتكتيك والاداء الجميل. كمان شفنا برايتون استمراريه لما قدمه على المستوى التكتيكي الموسم الماضي ايضا بيترجمه هذا الموسم الى نتائج. فبشوف ان بدايه البريمير ليج هذا الموسم هي بدايه قويه جدا جدا جدا، وترجمت امس بلقاء ليفربول ومانشستر سيتي القمه اللي قالت ان كلاسيكو الليجا ريال مدريد وبرشلونه مات فعليا واصبحت اهم مباراه في العالم هناك في البريمير ليج، نقله كبيره جدا جدا. اعتقد ده نتاج تخطيط وشغل سنوات طويله، ناس بتشتغل بشكل علمي وصلت الى هذه المرحله، واعتقد ان احنا لسه محظوظين بان احنا هنشوف تنافسيه اكبر، هنشوف كره امتع، وهنشوف موسم استثنائي او موسم عظيم جدا. صحيح، انا بتفق معاك تماما يا سعيد. كمان في جزء مهم جدا هو قد ايه الناس دي كانت كمان حريصه على عوده الجماهير. البريمير ليج بعوده الجماهير انا في اعتقادي عوده الروح للبريمير ليج، مش بس على مستوى التسويق، مش بس على مستوى الدخل اللي كان بيعتمد انديه كتيره بتعتمد على دخل تواجد الجماهير، لكن على مستوى الشكل، على مستوى شكل الملعب، روح الجماهير اللي طبعا كل اللعيبه على مستوى العالم بتقول اضافت كتير جدا. الجماهير هي روح كره القدم، وبالتالي كمان انه يعني ان هم ظبطوا موضوع عوده الجماهير دي باحترافيه كبيره جدا، خطوه كبيره يعني هو سبقوا الناس فيها، وكان مهم اقتصاديا حتى المدخل. مظبوط، لما تشوف الانديه الاسبانيه حاليا بتعاني بسبب ازمات ماليه، يمكن اكتر الانديه تاثرا بازمه كورونا، فلا الجمهور اضاف اقتصاديا، اضاف كتير جدا للانديه. على مستوى الاداء في انديه ما بتعرفش تلعب من غير جمهورها او مستواها بيقل او بتتراجع، يمكن اكتر فريق في العالم استفاد من عوده الجمهور هو ليفربول. ليفربول 50% من قوته نهم جمهور ليفربول. ملعب مرعب، لما تشوف كل تصريحات لعيبه مانشستر سيتي امس هم بيتكلموا على ان ده اصعب ملعب في العالم بيشوفوه. شوف تصريحات فودين قال نفس الكلام، دي بروين، نجوم كبار جدا حاسين وشاعرين بقد ايه انك تلعب وسط الجمهور ده امر صعب جدا. شوف انفعالات بيب جوارديولا، مش سهل انه ينفعل، واشتباكه مع الجمهور. صحيح، اساسا ولو كان ده على مستوى المنافس ما بالك بقى كمان على مستوى صاحب الارض. صاحب الارض بقى شوف مدى اللاعب بيتاثر طبعا ازاي. فاعتقد ان ليفربول كان ضحيه كورونا لانه فقد قوه كبيره جدا. يمكن جوارديولا كان غالبا او في وقت كتير جدا بيشتكي ان جمهور مانشستر سيتي ما عندوش النهم ده والنغم ده، ما عندوش القوه دي في دعم فريقه. كان دايما يطلب يقول اتمنى اشوف حضور جماهيري اكبر في الابطال، اتمنى اشوف تشجيع طوال الوقت، ده مش موجود عند كل الانديه بشكل كبير. فليفربول استفاد جدا جدا من عوده الجمهور واضاف له الكثير، واعتقد ان جوارديولا غير محظوظ انه ما عندوش جمهور ليفربول، لانه فعليا
دي نقطة يفتقدها الجمهور، مهم جدا جدا. طبعا على ذكر طبعا جارديولا، وخلي تعالى نتكلم شفت المباراة ازاي؟ كان في مباراة ما بين الخطوط اكيد ما بين جارديولا ويورجن كلوب على المستوى الفني على مستوى التغييرات، لكن عامة شفت ازاي مباراة القمة على مستوى العالم دلوقتي؟ ده ممكن نقول كلاسيكو العالم يعني. رقم واحد طبعا احنا شفنا وجبة كروية مختلفة تماما تخليك تشبع بشكل انت تكون فيه غير قادر على ان انت تستقبل كوره تاني، يعني صحيح. بيبقى من الصعب جدا او مش عايز الماتش يخلص كمان بعد الحاله سرعه الريتم والايقاع اللي انت شفته في مانشستر سيتي وليفربول 90 دقيقه، وزي ما انت حضرتك قلت مش عايز الماتش لو قعد 3 ايام مش هزهق منه، فبتبقى صعب ان انت تتفرج على ماتش تاني ايا كان. يعني حتى لو رحت تتفرج على الليجا اتفرجت على ريال مدريد على برشلونه هتبقى مش قادر تستوعب، فانت شفت وجبه كرويه مختلفه تماما على مستوى التكتيك، اتنين مدربين بيلعبوا بجيم الكوره اللي انت بتحبها كمان. يعني انا هتناقش معاك برضو في الموضوع ده لان بحب اللي بيتناقش برضو تكتيكيا شويه. جارديولا اعتقد عمل شوط اول اكتر من رائع، رجع يعني رد عليه يورجن كلوب. لكن تعال انا وانت نشوف نتائج الجوله السابعه من البريمير ليج، لان في اعتقادي كان فيها برضو بعض المفاجات، يعني برضو لا يخلي البريمير ليج كل اسبوع لازم يكون في مفاجاه. يعني نشوف مع حضراتكم نتائج الجوله السابعه من البريمير ليج. كريستال بالاس التعادل 1-1 مع برايتون، مانشستر يونايتد التعادل 1-1 مع ايفرتون، تشيلسي والفوز 3-1 على ساوثهامبتون، ليز يونايتد بيفوز على واتفورد 1-0، بيرنلي يتعادل مع نوريتش سيتي بدون اهداف، وولفهامبتون بيفوز على نيوكاسل 2-1. وبرايتون طبعا انت بتتكلم عليه اعتقد الحصان الاسود لهذه مش الجوله لكن للنسخه من البريمير ليج، بيتعادل 0-0 مع الارسنال، توتنهام بيفوز 2-1 بصعوبه على استون فيلا، كانت مباراه رائعه جدا على المستوى الفني، ويست هام يونايتد بيخسر من برينتفورد، برينتفورد اللي بتكلم عليه ده الوافد القوي جدا من الشامبيونشيب بيفوز عليه 2-1. صحيح برينتفورد بالنسبه لك مفاجاه بالنسبه لك، هل كنت متوقع انه يكون بهذا الاداء واول جوله بالنسبه له بيلاعب ارسنال بيفوز على الارسنال؟ صحيح. مفاجاه بالنسبه لك؟ هو لما تيجي تتكلم عن لو انت متابع بشكل جيد للكره الانجليزيه عارف ان في تشامبيونشيب فرقه اسمها برينتفورد بقالها 3 مواسم بتقدم كره قدم استثنائيه لا طريق بدرجه دنيا او درجه ثانيه، فريق بيلعب كوره بريمير ليج بشكل حقيقي، الناس في انجلترا طوال الوقت بيتكلم عن الشكل، فبرينتفورد قدم قبل صعوده للبريمير ليج كره قدم عظيمه جدا يستطيع من خلالها انه ينافس على بطولات او يتواجد بشكل قوي في دوريات ثانيه، فكان من الواضح ان المشروع ده جاي وجاي بقوه كبيره جدا. لكن فكره زي ما انت قلت حضرتك يبتدي موسمه بالانتصار على ارسنال، ارسنال من الاسماء الكبيره وكان من المفترض ان تكون انطلاقته اقوى من انطلاقه هذا الموسم اللي تم تدارجها بعد كده. صحيح. فكانت مفاجاه كبيره ليه. ايضا مباراته وتعادله امام ليفربول بشكل قوي جدا، قادر تسجل 3 مرات واضاعت رقم 3 اهداف ايضا او اكتر، فكنت قوي امام خصوم اقوياء جدا جدا، حتى فوزه على ويست هام من افضل الانديه. صحيح. على المستوى التعاقدات هذا الصيف ضم عناصر مهمه جدا، في تطور في شكل الفريق نتائجه رائعه جدا، على المستوى العناصر الفرديه انطونيو بينافس على هداف الدوري بالرحمه بيقدم موسم عظيم جدا وانطلاقه عظيم جدا، فعلى كل المستويات ويست هام بيقدم موسم عظيم، فانك تكسب ويست هام في ملعب ويست هام من اصعب الملاعب اللي بتروحها، ايضا مانشستر سيتي غالبا طوال الوقت بيعاني هناك، ليفربول بيعاني في ملعب ويست هام لان مساحته مختلفه شويه ودايما ويست هام بيبقى فريق قوي جدا على ملعبه، فكونه قدر انه يحقق هذا الانتصار فاعتقد انه بيسير بشكل مفاجئ للاغلبيه. انا معاك طبعا مفاجئ للناس يعني الاغلبيه اللي مش متابعاه في الشامبيونشيب، وكمان هم بيتكلموا على مدير فني قوي جدا، مدير فني بيشبهوه بيورجن كلوب. ده حقيقي. لكن تعالى كمان نشوف ترتيب يمكن البريمير ليج، ترتيب جدول طبعا البريمير ليج بعد الجوله السابعه، لان كمان من خلال الترتيب هتعرف قد ايه قيمه البريمير ليج وقد ايه ان المنافسات في البريمير ليج منافسات مش سهله ابدا. طبعا تشيلسي في المركز الاول، وخلي بالكم من عدد النقاط يا جماعه وانا بتكلم، لان العدد نقاط قريب جدا من المركز الاول لغايه المركز ال11 تقريبا او المركز العاشر. تشيلسي في المركز الاول 16 نقطه، ليفربول في المركز الثاني 15، مان سيتي 14، مانشستر يونايتد 14، ايفرتون 14، برايتون 14، برينتفورد طبعا مفاجاه ان هو يتواجد بعد 7 جولات في المركز السابع ب 12 نقطه، يعني لا يفرقه عن القمه غير 4 نقاط. مهم جدا توتنهام في المركز الثامن ب 12 نقطه،
ويست هام يونايتد في المركز التاسع 11 نقطة، أستون فيلا في المركز العاشر 10 نقاط، أرسنال في المركز 11 10 نقاط، وولفرهامبتون في المركز ال 12 9 نقاط، ليستر سيتي 13 ب 8 نقاط، كريستال بالاس 14 ب 7 نقاط، واتفورد في المركز 15 ب 7 نقاط، ليدز يونايتد في المركز ال 16 ب 6 نقاط. ويبقى طبعا يعني في المؤخرة بتكلم على ساوثهامبتون، بيرنلي، نيوكاسل ونوريتش سيتي 4 نقاط 3 نقاط 3 نقاط ونقطة وحيدة لنوريتش سيتي. عايز أكلمك على 7 جولات والفارق ما بين الأول طبعا تشيلسي وبنتكلم على المركز السابع أو الثامن مش أكتر من 3 نقاط. أنت شايف ده من قوة البريمير ليج؟ طبعا ده بيعكس يعني ممكن يعكس جانب ايجابي او سلبي، لكن في البريمير ليج هو بيعكس جانب ايجابي ان في تقارب في المستويات، يعني الانديه الكلاس A قريبه من الكلاس B، بخلاف يعني بخلاف الليجا لما تبص عليها هتلاقي في مسافات قريبه لكن ما بين الثلاثه يعني لكن ده لان الانديه القمه متراجعه، لكن حاليا في البريمير ليج الانديه اللي هي كان من المفترض تبقى تحت شويه لا عامله بدايه قويه جدا زي ما قلنا برايتون، قلنا ويست هام، قلنا ايفرتون، حتى في استمراريه لايفرتون رغم ان في نواقص مهمه جدا، افتقاده الكالفرت لوين في التوقيت ده بدري قوي، كان بادي بدايه مثاليه باربع اهداف في اربع مباريات متتاليه، فكان بادي بشكل قوي، فلا الانديه الانجليزيه بشكل عام مستعده بشكل قوي. التقارب في النقاط بيعكس قوه ما بيعكس ضعف. ما فيش حد قدر يحقق العلامه الكامله. اقل فريق خسر نقاط تشيلسي 5 نقاط، وبعديه ليفربول ومانشستر يونايتد، ربما ده يمثل رقم كبير ان مانشستر سيتي يخسر الرقم ده في بدايه الدوري بالنسبه لبيب جوارديولا وارقامه القياسيه، ربما يكون رقم كبير في اول 7 جولات ان انت تقع 3 مرات سواء بالتعادل مرتين او هزيمه، فده ربما رقم كبير، لكن مش لان سيتي وحش لا، لان الانديه البريمير ليج في استعداد جيد من المنافسين، استعداد قوي، وكمان منافسينك المباشرين اقوياء بشكل قوي جدا. طيب تعالى نرجع بقى للمباراة، معانا في اعتقادي مباراة القمة مباراة المان سيتي وليفربول، لأن على الصعيد زي ما بقول لك كان في مباراة كده على الخطوط ما بين بيب جوارديولا ويورجن كلوب، في اعتقادي الشخصي كان تفوق واضح جدا للمان سيتي أو طبعا لجوارديولا في الشوط الأولاني، وعودة أكثر من رائعة لليفربول في الشوط الثاني. صحيح. برضو سعيد عايزين نشوف معاك برضو الاحصائيات المباراه، طبعا تعادل 2-2، الفرص 8 لمانشستر سيتي مقابل 5 ليفربول، الاهداف المتوقعه كانت لصالح المان سيتي 1.0 كان لليفربول يمكن 0.8، نسبه الاستحواذ 50-50، التمريرات نسبة النجاح فيها او النسبة الصحيحة 85% يعني في يعني تقريبا الارقام كلها بتتكلم على التصويبات، يمكن المان سيتي كان عدد تصويباته 11 ما بينهم 3 ما بين القائمة والعارضة، ليفربول 6 ما بينهم 4 ما بين القائمة والعارضة، 9 ركنيات مقابل 13 لصالح ليفربول، عدد الركنيات 4 مقابل 3 ليفربول. الارقام بتقول ان تعادل عادل يعني باختصار كده في لغه الكوره يعني ملحمه، كنت قدام ملحمه بين خصمين اقوياء جدا جدا متقاربين جدا، حتى حاله الرضا من الجميع نجوم الفريقين، تصريحات صلاح، تصريحات دي بروين، تصريحات فودين، تصريحات الاثنين مدربين جوارديولا كلوب، الجميع راضي بالتعادل لانه شاعر ان كان قدام خصم يستحق نقطه التعادل، ففعلا كانت ملحمه قويه جدا جدا. يمكن كان الموضوع ربما اصعب شويه على السيتي او جوارديولا لانه في اسبوع واحد كان عنده 3 مواجهات صعبه جدا، بداها تشيلسي وعمل مباراه عظيمه انا بشوفها الاروع لجوارديولا هذا الموسم ومانشستر سيتي، واللي اظهرت قد ايه الفريق السنوي قوي دفاعيا، كونك تحرم تشيلسي بطل اوروبا صحيح. واللي كان بادئ بشكل استثنائي البريمير ليج هذا الموسم انه يسدد تسديده واحده على المرمى تحرمه من اي تسديده، فكان ده تطور قوي جدا في الشكل الدفاعي لجوارديولا السنه دي، قرروا امام باريس، لكن يمكن ميسي الحاله اللي جوارديولا اتكلم عنها زمان، قال لما كنت الدنيا بتتعقد قدامي فانا بنتظر ارتجال ميسي قادر في اي وقت يفكها، وده اللي حصل في مباراه باريس، وايضا صلاح قرر ده، ارتجال صلاح في الوقت اللي السيتي كان متفوق فيه زي ما حضرتك قلت يا كابتن هاني ومسيطر تماما، وصنع 3-4 فرص في الشوط الاول ما قدرش يسجل، لكن هنا ابتكار او حاله النبوغ الفرديه عند فرد ما اللي هو محمد صلاح قدر يصنع الفارق ده، وقدر ان هو يحقق التفوق لمدربه على مدرب تاني، يمكن ربما
حضر واشتغل بشكل افضل. لان كلوب لما تشوف من تصريحاته بيقول ان لو اتفرجت على الشوط الاول هتقول ان احنا ما كناش موجودين. يمكن التقارير الانجليزيه كتير نشرت صيحاته للاعبين وهو مش مستوعب، مش قادر يمرر ثلاث تمريرات. يورجن كلوب، بص هتكلم معاك برضه، لان يورجن كلوب اعتقد في الشوط الاولاني كان عنده مشكله تكتيكيه بشكل ما، وحتى على مستوى بيب جارديولا كان عنده برضه بعض المشاكل. خلينا الاول نطلع فاصل سريع، وبعد الفاصل نرجع سريعا ونكمل حديثنا الرائع مع الناقد الرياضي سعيد علي، انتظرونا. اهلا بحضراتكم مره تانية، برحب بيك مره تانية سعيد. وكنا بنتكلم على اثنين مدربين كبار، بنتكلم على جارديولا المدير الفني للسيتي، وبنتكلم على طبعا يورجن كلوب المدير الفني لليفربول. قبل ما اتكلم معاك في النواحي الفنيه، عايز بس انا وانت والساده المشاهدين نشوف بيب جارديولا المدير الفني لمان سيتي قال ايه بعد التعادل مع ليفربول 2-2. So referees have emotions and he knows when he الحكم لديه مشاعر، وهو يدرك تصرفي عند رؤية ما حدث، وهو يدرك أيضا أن اللاعب يستحق البطاقة الصفراء، لكنه لم يفعل ذلك. أتفهم الضغوط التي يتعرض لها الجميع، فأنا أتعرض دائما للضغوط، وتعرض الحكم واللاعب للضغوط. يتم اتخاذ القرار في لحظة واحدة، والوضع كان واضحا وحدث قبل 30 أو 25 دقيقة من صافرة النهاية، وكانت النتيجة آنذاك التعادل بهدف مقابل هدف، ثم تخلفنا بهدفين مقابل هدف، وجاء ذلك الهدف من منطقة ميلنر، ولذلك احتجت للإشارة لذلك. أنا راض بصفة عامة بالتعادل، لكن كان بوسعنا خسارة المباراة بسبب هذا التصرف، وكان ذلك سيغضبني. غير أن الحكم يعرف حق المعرفة أن اللاعب استحق بطاقة صفراء ثانية. طبيعي جدا ان يعني كان في شيء من الغضب شويه، يعني واضح جدا ان جارديولا كان شايف ان المباراه ممكن تروح لسكه مختلفه، بيعلق على عدم طبعا بعض القرارات التحكيميه، وخاصه يمكن اعتراضه على القرار عدم انذار الثاني او اشاره الانذار الثاني لميلنر في الدقيقه 25 من الشوط الثاني قبل ليفربول ما يسجل الهدف الثاني. صحيح، ده كان يمكن انفعال جارديولا ناتج عن ان هو تعرض لضغط ثلاث مباريات قويه في الاسبوع، وكمان ريتم وايقاع المباراه كان صعب جدا. ويمكن انا شفت انفعاله مبرر، لان شخصيا شفت ان كان ميلنر يستحق الانذار الثاني، كانت واضحه بشكل، لان ميلنر كمان حاول الشوط الاول برده كان في كوره فيها تلاحم مع فودين داخل منطقه الجزاء، فكان واضح ان ميلنر عنيف شويه. فانا شفت انفعال جوارديولا طبيعي جدا، ويمكن هو امبارح اتكلم بشكل جريء اكتر، مش متعود على كده في انتقاد الحكام. يمكن قال ان انا متفاهم ان في ضغوط وده، لكن انا واثق ان ده عشان في ملعب انفيلد او لو في اولد ترافولد برضه كان هيبقى في نفس الضغوط، لكن لو معانا احنا في مانشستر سيتي اعتقد كان هيبقى في طرد. فجرأه جوارديولا او انفعاله ده اعتقد ان هو نابع عن ان هو ايقاع المباراه كان سريع جدا، وكمان تعرضه للضغوط في اخر ثلاث ماتشات باريس وقبلها تشيلسي، فكان اسبوع صعب جدا، وخروجه بهذا الشكل منه اعتقد هيوديه منطقه كويسه. كان طبعا تصريح غاضب لبيب جوارديولا على الحكم، لكن يورجن كلوب المدير الفني ليفربول قال ايه؟ نشوف مع حضراتكم. جاء الهدف الأول من هجمة مرتدة عظيمة، فمن تمريرتين وصلت الكرة إلى ساديو ماني الذي كان في وضع عظيم وأنهى الهجمة بمهارة. أما الهدف الثاني فإنه لا يأتي سوى من أفضل اللاعبين في العالم، فمن اللمسة الأولى كسب الكرة وتقدم بقدمه اليمنى ثم أنهى الهجمة بهذا الشكل. هذا أداء متميز، أنت محق، لأن هذا النادي لا ينسى شيئا، وسيتحدث مشجعوه عن هذا الهدف لفترة طويلة، وسيذكر المشجعون هذه المباراة بعد 50 أو 60 عاما. أجل كان هدفا ممتازا. أشكر الله على أن المباراة كانت من شوطين، لأن أداءنا في الشوط الأول كان الأداء الذي يجب أن نتجنبه عندما نلعب ضد مانشستر سيتي، بينما كان أداءنا في الشوط الثاني الأداء الذي يجب أن تفعله ضد مانشستر سيتي. تم تسجيل الأهداف الأربعة بطبع في الشوط الثاني، إذا كنت محقا إننا هيأنا أي فرصة في الشوط الأول، ولذلك كنت سعيدا عندما تم إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول حتى يكون بوسعي تعديل بعض الأمور، لكن في الوقت
الواقع لم نغير شيئا، بل أخبرت اللاعبين مرة أخرى بما نريده وما كان عليهم القيام به في الشوط الأول. طبعا صريح جدا يورجن كلوب، ويمكن قال بكل صراحة أنه بالحمد لله أن كرة القدم من شوطين، لأن الشوط الأولاني يعني كان عانى فيه بشكل كبير صحيح. جدا، وقال الحمد لله أن يعني نهاية الشوط الأولاني كان بالتعادل 0-0، لأن كان بالنسبة له شوط كارثي يعني. صحيح، الشوط الأول كان ليفربول على غير المتوقع بعيد تماما، كان عنده وجد مشاكل كتير جدا كلوب في الخروج بالكرة، لم يسدد أي تسديدة. صحيح أنت بتقابل فريق استقبل 5 تسديدات بس في 6 مباريات، وهو رقم قياسي في كل الدوريات طبعا. فأمر صعب، لكن انت ليفربول في أنفيلد مختلف، وده اللي حصل الشوط الثاني لما اظهرت شخصيه ليفربول الحقيقيه. سددت 4 تسديدات او عملت 4 محاولات على المرمى قدام الفريق اللي استقبل 5 محاولات في 6 مباريات، فانت عملت اللي ما عملتوش 6 انديه مجتمعه في شوط واحد. فاعتقد شتان الفارق بين شوط اول كان غايب فيه تماما ليفربول، وشوط تاني رجع فيه. لكن صحيح الراجل شايفه بيتكلم بموضوعيه جدا جدا، وكمان فكره انه شاعر بالفضل العظيم لمحمد صلاح ودوره الفردي في انه يعيده لمباراه كان غايب عنها تماما، سواء في لقطه الهدف الاول، يمكن الكل رايح للقطه الهدف الثاني، لكن صلاح اساسا ما فعله في الهدف الاول هو اللي كان النقله الحقيقيه لليفربول، اللي كان عاجز الشوط الاول انه يخرج بالكوره، ولما صلاح قرر ينزل للثلث الاخير هو اللي قدر يطلع بالكوره وقدر يخلق الفارق، وده كان تحول رائع جدا جدا لليفربول في الشوط الثاني. انت بتتكلم طبعا على الاسيست، طبعا انا بتكلم يعني بنكلم ان اسيست اكتر من رائع، لان هو عمل كل حاجه في الكوره وعمل اسيست اكتر من رائع، لكن كمان يورجن كلوب بيتكلم على ان في هدف جماهير ليفربول والناس في العالم كله مش هتنساه، هو الهدف الثاني. الهدف الثاني هو اتكلم ان هذا الهدف لا يعني محدش يقدر يجيبه الا لعيب عالمي، لعيب من افضل اللعيبه، وبيقول لك ان هو طبعا افضل لعيب في العالم، واتكلم على الهدف الثاني بخصوصيه لمحمد صلاح. صحيح، يعني يمكن الهدف الثاني فيه شغل فردي بيقول لك محمد صلاح وصل الى اي درجه او اي مرحله، في شغل عظيم جدا جدا، فكره انك تقتحم، يبقى عندك المبادره انك تقتحم منطقه الجزاء قدام 4 5 لاعبين، هدوء صلاح وتصرفه بشكل عظيم جدا جدا. اكيد الهدف فيه شكل جمالي رائع جدا جدا، لكن انا بشوفها من منظور تاني، بشوف ان صلاح اضاف لنفسه هذا الموسم حاجات عظيمه جدا جدا، تطور بشكل رائع. يمكن صلاح في هذه المنطقه دايما بالقرب من منطقه الجزاء في الناحيه اليمين كان دايما بيختار الحل السهل، مين اقرب حد ليا، بيعمل شغل مع اندرسون او مع ارنولد لو موجود، بيسلم لاقرب لاعب، لكن فكره انه يقف على الكوره ويبادر بالانطلاق وان هو يدخل منطقه الجزاء ثم مروغه 1 و2 و3 وهدوءه وفكره تحضيره للتسديد بقدمه اليمنى، اكيد صلاح اشتغل عليها، ما جاتش بشكل عفوي ولا ارتجالي، لا اكيد صلاح عارف كويس جدا جدا انه طول الوقت الناس بتقفل الزاويه البعيده، لانه بيعمل الار 2 او الكوره في الزاويه البعيده بشكل كويس جدا جدا، فهنا لما قرر يعمل فينت ويروح لرجله اليمين ده بيبقى اختيار مستبعد عند المدافع، علشان القدم اليمنى دايما عند صلاح ضعيفه او دايما عند غالبيه اللاعبين دايما المدافع دايس. اكيد بيعمل البلوك على رجل محمد صلاح القويه، بلوك بيعمل على رجله الشمال صحيح في اللحظه اللي بيعمل فيها بلوك، كتير بيسجل صلاح بالشكل ده بالظبط. فهو متوقع الكلام ده. انا هضيف كمان لتحليلك الرائع ان كمان خلي بالك في زي ما انت بتقول في ثقه في النفس صحيح. يعني لعيب بقمه محمد صلاح خلاص وصل لقمه الثقه وعنده ثقه في نفسه صحيح. انه يقدر يعمل كده مع فريق كبير زي المان سيتي وداخل ال 18 بيلم الكره مرتين، لكن كمان القوه البدنيه صحيح. ان سرعه الانتقال من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، يعني احنا كمان هنشوف الهدف من خلال حلقتنا، انه بيتقطع الكره في تقريبا نص الملعب ويبدا يعني زي ما بيقولوا هدف مارادوني صحيح. بيعدي بسرعات قويه جدا وبيسجل بالرجل اللي يعني مش الرجل الافضل لمحمد صلاح في زاويه صعبه جدا يعني. صحيح، محضر هو عايز ايه، لكن كمان في حاجه عظيمه قوي في هدف صلاح او في اجمالي ما قدمه صلاح في هذه المباراه، انه تفوق في الفرديات على لاعبين اذكياء جدا، يعني كانسيلو ربما الظهير الافضل في العالم في هذا الموسم، يعني زي ما بنتكلم عن صلاح بدايته بدايه افضل لاعب في العالم، كانسيلو في مركز الظهير على اقل تقدير في الادوار الدفاعيه وطريقه الضغط، كانسيلو ظهير مختلف فيما يتعلق بقراءته بالتوقع بالاندفاع بالالتحام بقدرته على استخلاص الكوره، ويمكن عمل ماتشات قويه جدا قدام صلاح قبل كده، وكان من اصعب الاظهره اللي قابلت صلاح. صلاح تفوق ايضا على برناردو سيلفا
واحد من اذكى اللاعبين اللي بيراوغوا بالهوا. من الصعب ان انت تخضعه في مساحه ضيقه بالشكل ده. فانت النهارده صلاح تفوق بذكاء كبير جدا جدا على لاعبين هم الاذكى او يصنفوا بين الاذكى في العالم في مساحات ضيقه. فانا اعتقد انه ده جاي بعد تحضير مستحيل شك. وخلي بالك اقل من الثانيه اللي بتاخد القرار اعتقد ده توب ليفل يعني لعيبه كتيره جدا جدا ممكن تكون عندهم السرعه لكن ما عندهمش القرار. اللي ما يميز محمد صلاح سرعه القرار اتخاذ القرار السليم في الوقت السليم. صحيح. لو كنا ده اتكلمنا على ارقام صلاح بالنسبه لمان سيتي مباراه المان سيتي لكن كمان تعالى انا وانت نشوف ارقام صلاح من خلال السيزون 7 جولات اللي فاتت. صحيح. في البريمير ليج يمكن محمد صلاح زي ما بقول لك يعتبر هداف الدوري لغايه دلوقتي ب6 اهداف وصنع 18 فرصه وده كمان رقم اكتر لاعب في البريمير ليج صناعه للاهداف هو محمد صلاح 18 مره. التصويب على المرمى كمان اكتر لاعب صوب على المرمى خلال ال7 جولات اللي فاتت هو محمد صلاح 26 تسديده ما بينهم 16 ما بين القائمه والعارضه. ده رقم كويس على فكره جدا 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 عظيم جدا انك حوالي 60% من اللي بتشوطوا على المرمى ما بين القائمه والعارضه ده رقم كبير جدا. كمان على مستوى التمريرات البينيه الصحيحه عمل 10 تمريرات بينيه صحيحه ده تاني اكتر لاعبين تمريرات صحيحه في البريمير ليج. بعد 7 جولات محمد صلاح بيقول انا افضل لاعب في العالم. الارقام بتقول ان انت قدام لاعب متكامل الاكثر تسجيلا الاكثر صناعه الاهداف الاكثر صناعه الفرص الاكثر تسديدا ومحاوله على المرمى. فانت بتقول انك قدام لاعب متكامل في كل شيء. يمكن هاري كين عمل ده الموسم الماضي انه يجمع ما بين ادوار صناعه اللعب وادوار خلق الفرص مع التسجيل. النهارده صلاح بادئ واضح كويس انه استفاد من تجربه هاري كين ان هو ذاكرها كويس جدا وشاف قد ايه هاري كين مش بس قاصر على تسجيل الاهداف لا ده انا بخدم على المنظومه بشكل اكبر. ففعليا صلاح بيقول انه بيكمل نواقص عنده. لا انا مش مجرد بسجل اهداف لا انا حاليا بشيل منظومه بشكل كامل وقادر ان لو حتى هذه المنظومه متراجعه انا قادر على انتشالها وقادر على ان انا اغير حالها حتى لو هي لم تستحق الانتصار او النتائج الكبيره. ده اللي عمله صلاح النهارده ان هو لاعب بيشيل منظومه كامله مش مجرد فينيشر هايل قدام المرمى او بيسجل اهداف في وضعيات معينه وبيستغل ذكائه في ده. لا ده كمان بيعمل شغل كتير جدا 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 حوالين منطقه الجزاء وفي عمليه تطوير الاداء الهجومي. وكمان انا عجبني في صلاح انه فكره التنافسيه اللي كانت بينه وبين ماني هو بيخدم على ماني دلوقتي بشكل كبير جدا ودي مش عامله له مشاكل. هو خلاص هو النهارده انتقل لمكانه ابعد من ان انا اكون في منافسه مع ماني. صحيح. أنا خلاص هو حاسس دي كويس. صحيح. جدا ومهم ان هو يؤمن ان انا لا انا ما بقتش في المنطقه دي. فلا بيخدم على ماني بشكل كويس جدا. يمكن ماني هذا الموسم اقرب الى المرمى من ادواره خارج الصندوق. صحيح. يعني كان ماني طول الوقت بيقوم بادوار دفاعيه كبيره بيقوم بادوار كبيره في تطوير اللعب من نص الملعب صناعه الفرص. حاليا ساديو ماني قريب للمرمى اكتر وصلاح بيقوم بادوار صناعه اللعب ومع ذلك صلاح ايضا رقميا متفوق في التسجيل وفي طبعا ارقام قياسيه لمحمد صلاح. وزي ما بقول لحضراتكم كمان على مستوى التكتيك على مستوى شايفين كمان محمد صلاح بيقوم بادوار رائعه على مستوى الدفاع محمد صلاح بيقوم ادوار رائعه وخلاص نغمه ان هو ماني هو الافضل صلاح هو الافضل. اعتقد الامور دي اتحسمت بشكل كبير جدا. محمد صلاح هو افضل لاعب في العالم دلوقتي في الوقت بنتكلم فيه. نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل لقائنا مع الناقد الرياضي سعيد علي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه في المحترف. سعيد كنا بنتكلم على محمد صلاح كنا بنتكلم يمكن على العلاقه ما بين محمد صلاح وساديو ماني. وزي ما انت بتقول هو اصلا عمليه ان ده ما بيبصيش لده او ده ما بيديش لده اعتقد عمليه ان بروفيشنال بشكل. صحيح. كبير جدا مش متواجده. صحيح. في ليفربول ودليل صلاح بيعمل اسيست اكتر من رائع لساديو ماني. ولكن اعتقادي شخصي خلاص المقارنات بقت ما بين صلاح ونتكلم على كريستيانو ليفل اخر على نجم كبير زي كريستيانو. صحيح. رونالدو. قبل ما نشوف المقارنات انت شايف رونالدو مع المان يونايتد رغم يعني تألقه بشكل كبير لكن المان يونايتد نتائج متذبذبه هل في تغيير في الاداره الفنيه بالنسبه للمان يونايتد قريب ولا انت شايف الامور سولشاير هيكمل لنهايه الموسم؟ هو اجمل مصطلح حضرتك قلته كابتن هاني متذبذبه. مشكله مانشستر يونايتد مع سولشاير التذبذب. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت طول الوقت مش قادر توصل
لرسم خططي لشكل معين لفلسفة ما طوال الوقت، يا إما تقدم أداء قوي جدا وتخلي الناس تقول يونايتد راجع، يا إما تتراجع بشكل مخيف جدا جدا وتخلي الناس تفقد الأمل. فالتذبذب ده حالة اللا استقرار الحاصلة في اليونايتد بتقول إن الصبر أكتر من كده تضييع وقت. في تقدير الشخصي من المفترض إن يكون في تعديل مانشستر يونايتد مع هذه المجموعة من اللاعبين الكبار جدا جدا والأسماء الكبيرة والمواهب العظيمة اللي موجودة في الفرقة، يحتاج لمشروع يستحق مدرب صاحب مشروع وفلسفة واضحة ويتم الاتفاق على تطبيقها وضم النواقص اللي هو محتاجها في خلال موسم او موسمين قادمين، لان واضح سولشاير خد اطول وقت اطول، وزي ما اتفقنا ما عندوش ملامح لحاجه معينه، الرسم واضح انه بيلعب عليه، لكن طول الوقت بيغير في الشكل الخططي، بيغير في طرق اللعب، بيغير في العناصر، ما بنشوفش عناصر بتتطور معاه بشكل فردي. الصورتين اللي ورانا دول يمكن طبعا الناس، ويمكن زي ما بقول دلوقتي لازم نكون مأمنين، عندنا لاعب مصري طالع من ارض مصر بيقارن بنجم كبير على مستوى الكره العالميه هو كريستيانو رونالدو. تعال نشوف على مستوى الأرقام، هتكلم معك على مستوى الأدوار بالنسبة للملعب، لكن على مستوى الأرقام نشوف الأرقام ما بين مقارنة ما بين كريستيانو رونالدو أو صلاح وكريستيانو رونالدو. طبعا عدد المشاركات في لغاية دلوقتي في البريمير ليج يمكن طبعا سبع مشاركات أساسي طبعا محمد صلاح، يمكن كريستيانو رونالدو شارك 4 مرات منها 3 أساسي. عدد دقائق اللعبة أكيد لصالح محمد صلاح 676 مقابل 332 لرونالدو. الأهداف 6 أهداف لصلاح 3 لرونالدو. صناعة الأهداف 3 لصلاح 0 رونالدو. صناعة الفرص 18 لصلاح 4 لرونالدو. تصويبات على المرمى 26 تصويبة لمحمد صلاح من بينهم 16 ما بين القائم والعرض، ده رقم كبير جدا، مقابل 17 تصويبة لكريستيانو رونالدو ما بينها 8 ما بين القائم والعرض. التمريرات محمد صلاح 233 نسبة صحيحة 187 بنسبة 80%، كريستيانو رونالدو 114 99 صحيحة بنسبة 87%. التمريرات البينية 18 تمريرة لمحمد صلاح مقابل 3 لكريستيانو رونالدو. يعني واضح ان الارقام لصالح صلاح، لكن في 3 مباريات لازم برضو نقول ان 3 مباريات زيادة لصلاح، ولكن زي ما بقول لك على مستوى الادوار، وده اللي جاي لك على مستوى الادوار، واضح ان محمد صلاح ليه ادوار كبيرة جدا في صناعة الفرص، في التسديدات، في تسجيل الاهداف، دور شايف ان لسه كريستيانو رونالدو ما قامش بيه مع المان يونايتد. خلينا نتفق في البدايه كابتن، اللي انا وحضرتك النهارده بنتكلم فيه ده في حد ذاته انجاز عظيم جدا جدا جدا. كنا بنحط صوره صلاح مع صوره رونالدو وبنتكلم عن ارقام، واحنا بشايفين في فوارق كبيره جدا لصالح صلاح، فاحنا النهارده في حالة إنجاز وربما إعجاز صحيح. حاجة غير طبيعية، فدي حاجة تستدعي فخرنا طوال الوقت. لما يتكلم عن طبيعة الأدوار صلاح وكريستيانو، هو في رقمين بيدوا لصلاح إنذار بيقولوا له خد بالك إن نهم رونالدو وإرادته ما خلصتش خالص. التهديف رونالدو عنده في 3 مباريات 3 أهداف، يعني بنسبة 100% بيسجل، صلاح بيسجل 6 من 7 يعني أقل شوية. المحاولات على المرمى رونالدو مازال بيحاول بشراهة، بيحاول بشكل كبير جدا، 17 تسديدة صلاح 26، مع في حين صلاح لعب فارق 3 مباريات زيادة أو 4 مباريات زيادة، لعب 7 من 7 رونالدو لعب 3 من 4. فرونالدو مازال بيقول لصلاح لا أنا مش هبطل محاولات، أنا مش هبطل مطاردات صحيح فيما يتعلق بالتهديف ومحاولة الوصول للمرمى. مازال رونالدو شرس شرس جدا صحيح. لكن لياقته البدنية وحالته البدنية لا تسعفه على تقديم الأدوار اللي بيقدمها محمد صلاح بعيدا عن التلت الاخير من الملعب. زي ما اتكلمت حضرتك يا كابتن، صلاح بيقوم بادوار مهمه جدا جدا في صناعه الفرص. النهارده صلاح افضل صانع العاب في البريمير ليج، رغم ان هو افضل هداف، كونه يجمع بين هذين الصفتين او المكانتين حاجه عظيمه جدا. صناعه الفرص، التمرير البيني، مازال صلاح بيتفوق وسيظل بشكل كبير جدا جدا متفوق على كريستيانو رونالدو، لان انا زي ما قلت لحضرتك رونالدو هيفضل كل نهمه وإرادته هيركز كل جهده في الفينش، ان يكون قريب من المرمى، ان يكون فعال بيدخر جهده، لانه لا سنه ولا لياقته ولا حالته ولا منظومته. ده اللي هكلمك عليه، في فرق طبعا ما بين حتى بتختلف طريقه اللعب، وده صحيح بيأثر بالايجاب او السلب عن
يعني مردود اللعيبه في البوزيشن في الملعب بيفرق. انا شايف كمان ان رونالدو زي ما انت بتقول، انا في اعتقادي ان رونالدو هيدي دوافع اكبر لمحمد صلاح دايما. صحيح. محمد صلاح بيبص على الدوافع ويبص كريستيانو قريب او بيعمل كده، وبالتالي لازم اسبق ولازم اقرر. فانا في يعني بمعرفتي من صلاح، ويمكن دي اكتر حاجه لمستها في صلاح، انه عنده شغف كبير جدا جدا. صحيح. في التحدي تشالنج، يعني عنده تشالنج دايما مع نفسه، عنده تشالنج مع تكسير الارقام، عنده تشالنج مع مدربه مع اللعيبه، وده شيء مهم جدا. هرجع اتكلم معاك يمكن بعد الفاصل معلش يا سعيد على نقطه مهمه جدا كمان، زي ما بنتكلم ادوار محمد صلاح مقارنه برونالدو ادوار مختلفه، لكن كمان تالق محمد صلاح على يعني محورين مهمين جدا، من محور التهديف، واحد من هداف البريمير ليج لغايه دلوقتي في هذا السيزون طبعا، والسنوات اللي فاتت كان بينافس وكان هداف الدوري الانجليزي. بعد الفاصل نواصل حديثنا الرائع مع الناقد الرياضي سعيد علي. اهلا بحضراتكم مره ثانيه سعيد. كنا بنتكلم اكيد على محمد صلاح، ويمكن كل الصحف وخاصة الصحف البريطانية علقت على هدف محمد صلاح، يمكن ديلي إكسبريس الإنجليزية قالت الهدف العظيم لمحمد صلاح يضيء صراع الجبابرة، يعني ده كناية عن الهدف الكبير والهدف الرائع اللي سجله محمد صلاح أمام السيتي. طبعا هدف خارق خلى في حالة إجماع في عند الإعلام العالمي وكل الاستوديوهات التحليلية في إنجلترا على إن صلاح راح لمرحلة تبعده عن الجميع بشكل كبير جدا، وإن الهدف معزوفة يعني، وخلى في إجماع أو رفع سقف طموحنا إن فعلا نقول صلاح قادر على أن يكون أفضل لاعب في العالم في الفترة المقبلة. ده اتقال من أكتر من نجم كبير جدا وفي أكتر من استوديو تحليلي، وأصبح عنوان ومن شتر صحف كبيرة جدا، فمؤكد أن الهدف ده نقلة كبيرة لمحمد صلاح، لكنه أكثر وعيا مننا ده شفته في رد فعل صلاح واحترافيته لما قال أن كان الهدف هيكون ذات قيمة أكبر إذا إحنا قدرنا بشكل فعلي نحقق المكسب. يمكن طبعا معنا بص سعيد، طبعا ده يمكن دوت التمركز اول حاجه، زي ما بنتكلم على تمركز محمد صلاح طبيعي انه بيلعب رايت وينج، لكن دخوله بيخش على جوه عشان ميلنر يطلع في الحته دي، دخول صلاح ووقوفه في المنطقه دي اول طبعا استلامه للكوره. وجود محمد صلاح ثلاثه على واحد، ده موقف ثلاثه على واحد، ومحمد صلاح اعتقد بمهاره وبقوه، لان المهاره لازم تكون ممزوجه بالقوه، بيمر من ثلاث لاعبين في مسافه ضيقه جدا جدا بقوه ومهاره عاليه جدا جدا. محمد صلاح كل دوت يعني بنتكلم، هو طبعا تخلص طبعا من الثلاثه بشكل اكتر من رائع، سريع جدا، وبدا يلعب الكوره او بدا يخش لجوه بسرعات معينه. طبعا احنا عشان معناش الفيديو الصورة الاخيرة اللي وصلت ديت، ان طبعا موقف الثري دي هيورينا ان كان موقف محمد صلاح بعد ما لم كمان كل اللعيبة، هو حاول يسدد بالشمال ولم الجوه، وكانت التسديدة في اعتقد في مكان يا سعيد صعب جدا جدا، وخاصة ان انا لو بلعب الكرة بيميني، انا لعيب بلعب بيميني وفي زاوية زي ديت او بزاوية زي ديت مع الضغط اللي كان على محمد صلاح. صحيح. ان صعب جدا تجيبها في المكان دوت، يعني طبعا هدف رائع. هو كمان الاصعب انه ما اداش فرصه لإيدرسون يفكر، يعني هو بمجرد ما خرج من ظهر لاعب السيتي كان القرار حاضر، فما اداش فرصه لإيدرسون ان هو يشوف الكوره او يفكر يعمل التراي ازاي، فكان رد فعل صلاح اللي هو محضر هتروح فين، بمجرد ما انا هتجاوز المدافع على طول واخد القرار، فبالتالي كان التحضير للهدف هو افضل ما في الهدف. سرعه اتخاذ القرار يا سعيد، هو سرعه اتخاذ القرار وعنصر المفاجاه اللي صلاح باغت بيه الجميع من البدايه، يعني هو قرار انه يتجاوز الثلاثي فودين وبرناردو سيلفا وثم لابورتي ورودريجو من البدايه، ده عنصر مفاجاه، ولا واحد منهم تخيل ان صلاح يقرر في الزحمه دي يخوض هذه المعركه. فهنا احنا بنتفرج واحنا بنتفرج مش ممكن، يعني حتى على مستوى يعني خلي الناس حتى على مستوى اللعيب لعيبه الكوره، احنا قلنا خلاص بيلم عشان يشوط بشماله، وبعدين لم على جوه بشكل اكتر من رائع، والتسديده في وسط الزحمه دي وتروح في المكان ده اللي بقول لك عليه. كمان ميزه محمد صلاح سرعه اتخاذ القرار، محمد صلاح بياخد اماكن عظيمه. صحيح. بيستغل سرعاته بشكل كبير، شغله كمان قوته بشكل اكتر من رائع، لان مش المراوغه بس هي المهاره، لكن انت متواجد وسط ثلاثه لعيبه اقوياء جدا، القرار
قرار وقوة، حتى صحيح. قوة بدنية عالية جدا. صحيح. وبمناسبة حالة الانبهار دي يا كابتن، مش بس انتوا كنجوم سابقين ولا مشجعين احنا ولا نقاط، لا ده زمايله في الملعب منبهرين. حالة الانبهار لما تشوف الكاميرا من فوق لما النهاردة رصدت فان دايك في وضعية صلاح وهو بيراوغ بيقرب، فان دايك كده في وضعية تعجب مش طبيعية، ثم بعد تسجيل صلاح فبيبص للدكة بيقول لهم ايه اللي حصل؟ حالة انبهار غير عادية. يعني كون ده يصل، حضرتك استغربت ان قلت ايه ده احنا كنجوم سابقين مستغربين، فما بالك من زميله وافضل مدافع في العالم واغلى مدافع في العالم نفسه مش مصدق اللي حصل. فهنا لا، صلاح قدم معزوفة فعلا تعيش 50 و60 و100 سنة، ورفع حجم التحديات اللي هيواجهها الفترة المقبلة. أتمنى ده ما يصنعش عليه ضغوط، لأن فعلا صلاح النهاردة مطلوب منه اللي مطلوب منه بعد هذا الهدف وبعد مباراة السيتي غير اللي مطلوب منه قبلها. صلاح تجاوز مرحلة ودخل على مرحلة تانية. أنا بأكد لك أن صلاح يعني هو ده محمد صلاح، بيحب جدا التشالنج، بيحب جدا التحديات، وكل تحدي هو كمان بيحط لنفسه طموح جديد، ودايما دايما سبورت لمحمد صلاح. عندنا نجم كبير جدا متواجد دلوقتي مقارنة بنجوم العالم، عندنا نجم مصري أصيل مرشح بقوة للحصول يكون أفضل لاعب في العالم، ده محمد صلاح. سعيد بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا، وكان لقاء أكتر من ممتع بصراحة. أنا بشكرك جدا يا كابتن هاني، واستمتعت بحضرتك، وحابب أقول حاجة أخيرة قبل ما نختم حلقتنا. صلاح حاليا هو أفضل لاعب في العالم بالنسبة لي أنا، يعني إلى أن يبدأ ميسي موسمه، لان ميسي لسه ما ابتداش. فلازم ناخد بالنا كويس جدا ان انطلاقه ميسي هتكون مزعجه، وان الموضوع مش محسوم، وان اللي واخدين بالنا كويس ان الامر لسه فيه كتير جدا. محمد صلاح قادر ان شاء الله على يعني التفوق على كريستيانو رونالدو وعلى ميسي، لان في وجهه نظري محمد صلاح دلوقتي وان شاء الله في المستقبل القريب هيكون افضل لاعب في العالم. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده في المحترف، ان شاء الله يوم الخميس في نفس ميعادنا الساعه 7:30، ويوم جديد من أيام المحترف. شكرا جزيلا.